وقعه وكل بصفته ومع حفظ لقبه ومقامه باش ما يبقى تفشي واحد الحال. تحية لكم جميعا. بغيت في حضور هاد الإخوة الكرام وحنا بين ظهراني هاد البنيات نتاعنا هاد الفلذات ديال الكبد ديالنا أنني نقول واحد الكلمة بسيطة، ماشي الهدف هو نقول كلمة، ولكن بغيت غير نعبر على واحد الإحساس. وأنا كنشوف التقدير تيتوزع من القسم الأول للقسم السادس على بنيات. كاين اللي ربما تجيه حاجة غريبة ولا خاصة، ولكن أنا بالنسبة لي عادية. علاش؟ لماذا؟ لأن المستقبل في المغرب، المستقبل ديال بلادنا، وهذا الشيء اللي كيبان أن الحمد لله المرأة والفتاة المغربية كتبت يوم بعد آخر على الأحقية الكاملة ديالها بالمواطنة وبالمساهمة ديال التنمية في بلادنا. وكونوا تيقوني على أن أي إدارة إذا دخلت ليها الآن غادي تلقى على أن المسؤول واخا ما يعلنهاش، أنا كنقولها بصراحة، تتكون عنده ديك القابلية وديك الأفضلية أنه يخدم أكثر مع العنصر النسوي، لا لشيء إلا أنهم جادات ومسؤولات وكيخدموا. فلتحيا المرأة المغربية مع تقدير طبيعة الحال ومع الاعتبار ومع التبجيل للرجال، رجال المغرب اللي كانوا دائما حاملين المشعل ديال هذه البلاد الحمد لله، واللي على كتافهم المسيرة ديال التنمية غدا وكتقدم تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بغيت نستغلها أيضا فرصة باش نشكر كل من ساهم في هذا الحفل اللي هو فيه المعالم ديال الاحتفال، ولكن فيه أيضا معالم ديال التواصل، التواصل مع الأسر، مع الآباء، مع الأمهات. هذه دعوة كنقولها لكم، وهذا طلب كنقوله للجميع. أدعو الأسر، أسر التلاميذ، آباء وأولياء التلاميذ، أنهم يسولوا في المدرسة أكثر، يتفكروا المدرسة أكثر، يقلبوا في المدرسة أكثر، لأن المدرسة راها محتاجة لكم. هذه راها مدرسة عمومية، المدرسة ديال الشعب، المدرسة اللي كتضمن الحق الدستوري ديال وليداتنا وبنياتنا اللي هو الحق في التعليم. فبالتالي راه بلا الدعم ديالكم والمسانده ديالكم وتفكروا وليداتكم وتجيو تعاونوا الاستاذ والاستاذه بانكم تسولوا على المستوى نتاع وليداتكم وتشوفوا شنو تقدموا من مساعده ولو تكون غير معنويه وتحفيز، راه هذا في صالح المؤسسه وغيخلي المؤسسه كتشتغل. حنا كنبذلوا مجهود كمديريه اقليميه وكوزاره التربيه الوطنيه، وهنا عي واحد الخبر بغيت نقوله للاباء والامهات وحتى لاطره المؤسسه. من المنتظر السنة المقبلة إن شاء الله أنه غادي الموسم يعني الدخول المدرسي المقبل تكون ضافت ثلاثة القاعات جديدة، وبالتالي ذاك المشكل ديال الاكتظاظ وذاك المشكل ديال الآباء اللي ما كيلقاوش فين يسجلوا وليداتهم غادي يتحل إن شاء الله. وكنشوف رئيس الجمعية عاجبه الحال، فأنا كنوعدك على أنه سبتمبر شهر شتنبر المقبل إن شاء الله غادي يتنضاف ثلاثة ديال الحجر من المستوى الجيد التجهيزات ديال المؤسسة. ما ننساش نشكر السيد المدير، هذا الرجل، هذا الشاب اللي في الحقيقة أعطى واحد الدفعة قوية للمؤسسة، ولقى أيضا معاه رجال ونساء هنا على مستوى المؤسسة اللي هازين معاه الحمل، وأيضا جمعية آباء أمهات وأولياء التلاميذ اللي بالفعل كيمثلوا واحد الأسرة متكاملة. ومدرسة الأمل فعلا كتشكل نقطة إشعاع في هذا الحي الشعبي اللي هو في حاجة لها. وما نساوش نقطة أخرى وهو الالتفاف ديال الناس ديال السلطة، الناس السلطة المحلية، السلطة الإقليمية دائما الحمد لله حاضرة معنا وتيجي وتقاسموا معنا هاد اللحظات. وما عمرهم انا بعدا شخصيا كمسؤول اقليمي وحتى اداره المؤسسه ما عمرنا ما تقينا على بابهم وما تستجبوش معنا وما جاوبوناش وما مشاوش معنا في داك الشيء اللي بغيناه بما يخدم المصلحه ديال وليداتنا. وفي الاخر نبغي نقول حنا كلنا
مهما تنوعت مسؤوليتنا رحنا في خدمة هاد الوليدات وهاد البنيات. الله يوفقنا باش نكونوا دائما عند حسن الظن ونقوموا بالرسالة ديالنا على أحسن وجه. السلام عليكم.